هذه القصة تجسد غربتي أنا هنا بعيدة عن أمي. صحيح أن والدي معي، ولكن كل شخص بحاجة إلى أمي. تفضل. عاشت كالكثير الأسير في قرية مرموقة لا تعرف التيسير، أي أنها عاشت تحديداً في غربة بجوار جار، وهذا الجار لم يكن كأي جار، كان بخيل ذي دم ثقيل. إن طلبت دجاجة أحضر لها ريشة، وبالتالي طارت أحلامها كطيران تلك الريشة تحديداً. ومرت الأيام والشهور إلى أن اقترب العيد، لم تجد ما تلبسه، كانت بحاجة إلى ثوب جديد، لذا استأجرت قطار. هذا القطار ينقلها إلى منطقة مجاورة، وهناك وفي هذه المنطقة كان الفرج. وجدت الثياب والأهل وكل الصحاب. أتعلمون لماذا وصلت تحديداً إلى مرامها وبغيتها؟ لأنها آمنت بنفسها أولاً، ولأنها قالت وبكل ثقة: مهما تحطمت أقدامي فلن أنثني عن إقدامي. ودائماً ما كانت تحدث نفسها وتقول: نفسي عندما ضاقت لربها تاقت. ومن هنا تحديداً عادت مرة أخرى المياه إلى مجاريها. أنا حبيت عندك سمية اليوم أنك بررتي وجود كل شيء، يعني الريشة من الدجاجة، القطار، الوصول، كان عندها مبررات. طريقة الحكي لديك جميلة جداً. إذا طلبت منك أن تختاري عنواناً لهذه سأسميها الأقصوصة، ماذا تختارين كعنوان؟ وتبسم. وتبسم. شكراً لك. بالنسبة لي لتقييمي لنفسي، أنا أظن كباقي التحديات أدليت ما لديكم. طريقتها جميلة في الحكي في السرد.